نجمنا المصري محمد صلاح صاحب هدف الأول في مباراة اليوم. محمد ألف مبروك تأهل فريق ليفربول، شعورك بعد المباراة؟ الله يبارك فيك. طبعا نتيجة مهمة بالنسبة لنا، المكسب مهم جدا. في أول ماتش كان يعني دخل فينا جون في أول دقيقتين، الموضوع كان صعب شوية، لكن بنلعب كفرقة، كان في ثقة جامدة النهاردة، والحمد لله قدرنا نكسب الماتش، وده أهم حاجة. بس هدف من أول دقايق، كيف كان شعور؟ لأنه الضغط كان رهيب بالشوط الأول من سيتي. كله كان متوقع ان هم كانوا هيضغطوا جامد الشوط الاولاني، خاصه اول 20 دقيقه، وهما فضلوا ضاغطين جامد فعلا الشوط الاولاني كله، وجالهم فرص ان هم يسجلوا، لكن احنا كنا يعني كنا رجعنا ورا شويه ودفعنا بشكل كويس، وطبعا انت كسبان 3-0 على ارضك، فانا متوقع او كل متوقع ان الموضوع الماتش هيبقى كده يعني. واهم حاجه ان احنا جبنا جون في وقت كويس، فتح لنا الماتش وسهل علينا الماتش بعد كده. فينش ممتاز منك، هدوء. الحمد لله، ده اهم حاجه ان يكون جون بس. طب طبعا الشعور هلا تصدوا بنصف النهائي اول مره من فتره طويله لفريق ليفربول. مظبوط. انا شايف ان احنا لعبنا الموسم كله كان موسم كويس جدا، ده نتيجه لتعب الموسم كله ومواسم تانية برضو عشان نسجل الموسم ده، بس المواسم تانية اللعيبه كانت تعبت وادينا بشكل كويس، واهم حاجه ان احنا في السيمي فاينال خلاص. وقال ننهي فيه محمد، كيف صحتك؟ كله تمام؟ لانه غبت عن المباراه الماضيه. الحمد لله كله تمام دلوقتي احسن. شكرا حبيبي.